فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله الأحاديث الدالة على وجوب الهجرة من ديار الكفر إلى ديار التوحيد، فما حكم من يقوم بالهجرة من بلاد المسلمين إلى ديار الكفر ويقيم فيها ويمنح الجنسية على ذلك؟ هذا عكس الهجرة، هذا عكس الهجرة، الذي يخرج من بلاد المسلمين ويذهب إلى بلاد الكفار هذا عكس الهجرة، هذا منهي عنه. فسمعتم الآية: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ في الحديث: أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وفي حديث: لا تتراءى ناراهما. فإذا كان يقدر على الهجرة إلى بلاد المسلمين أو إلى بلاد ولو كانت غير مسلمة لكن يتمكن من إظهار دينه فيها فيهاجر إليها، كما هاجر الصحابة إلى أرض الحبشة، وهي ليست بلادا إسلامية في وقتها لكن هي أخف البلاد ضررا، فيهاجر إلى المكان الذي يتمكن فيه من إظهار دينه. نعم.